السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في قناتكم وصفات فدوى وسام راح نحضروا التليتلي. راح نستعمل غير 250 غرام، يعني هاد العلبه فيها ولا هاد الساشي فيه 500 غرام فيه رطل، نستعمل غير نص رطل. اول حاجه نبداو بلاصوص. اذا هنا في الطاجين ديروا اللحم تاع الدجاج ولا اللحم تاع الدند، انا هنا عندي شويه تاع اللحم تاع الدند. يعني اي قطعه في اللحم تاع الدند ما يهمش، حسب الرغبه. اللي يكون عندك في البيت طراف دجاج ولا طراف تاع الدند. هنا شويه تاع السمن، كميه هكا تاع السمن، سمن ولا زبده حسب الرغبه. ثاني السمن يعطي بنه، ندير ثاني شويه زيت، شويه سمن وزيت ولا شويه زبده وزيت. نخلي اللحم تاعي يتقلى، بالاحسن ما تنقصوش النار كي ديروا اللحم باش ما يطلقش الماء تاعو. حاولوا نخلوه يتحمر. هنا ممكن تستعملوا لي كويسة، انا استعملت صدر، ممكن تستعملوا لي كويس. ندير البصل، بصله كبيره مقطعه صغير، وحسب الكميه. لو كنتي دايره بزاف ديري زوج بصلات، انا كشتو راح ندير غير كميه قليله، بصله تكفي، بصله كبيره مقطعه صغير. نخلي البصل مع اللحم يتقلى عليه، ونمرقوا بالماء. ديروا ماء حامي ماشي ماء بارد، والماء كيما راكم تلاحظوا ما نكتروش. هنا شويه تاع الحمص منفخ من قبل، انا طيبت هذا الحمص من قبل يعني منفخ، تنفخوه ليله كامله ومن بعد تبدلوا له الماء وديروه يغلي، ومن بعد كي تغلوه تصفوه تخلوه يبرد وتدخلوه الكونجيلاتور. يعني كل ما تحتاجوا تجبدوا شويه شويه ملح. شويه فلفل اسود، شويه كركم، ملح فلفل اسود وكركم. هنا ما نديرش القرفه، ندير غير الملح وفلفل اسود والكركم، ونخليها تطيب، نغطي عليها ونخليها تطيب. هنا نجيب مقله ندير فيها شويه زيت، ندير الزيت غير كميه قليله كيما شفتوا، واحد المغرفه ولا تاع الزيت. وعندي هنا 250 غرام تاع التليتلي، يعني 250 غرام، نص العلبه بلا ما تعبروا. يعني هذيك الساشي انا درت نص تاعها، هنا تكفي لثلاث اشخاص هكا. لو بغيتي تضاعفي المقادير ضاعفيها حسب افراد العائله، يعني انا درت العبر تاع ثلاث اشخاص. بغيتي تضاعفي ضاعفي، ديري كاع الساشي تاع 500 غرام. هنا نحمروه، ماشي نحمروه نحمروه، يعني غير شويه هكا نقلوه شويه، ماشي تخليه يحمر بزاف حتى يعني يولي كحل في اللون تاعو، لا غير شويه هكا يعطينا لون ذهبي يعني دوغي. هنا ما درت له والو كيما لاحظتوا، يعني مازال ما نديرولوش الماء. وبعد ما نكمل نحمصو راح نديرو الفور. راني يعني موجده القدره وكسكس، توجدوا القدره فيها الماء يغلي باش غير يتحمر، ديروه في الكسكس يفور التفويره الاولى مده 15 دقيقه. فور التفويره الاولى 15 دقيقه يعني ربع ساعه كيما راكم تلاحظوا. درك هنا درتو في الكسكس وراح نديرو الفور ربع ساعه،
والمرق تاعنا راه يطيب، ودرت البيض يغلي. درك بعد ما فورتو التفويره الاولى مده 15 دقيقه نديروه هكا في جفنه، نديرو هكا في الجفنة نحطوه في الجفنة. هنا نديرلو شوية فلفل أسود غير هكا كمية قليلة، رشة خفيفة، شوية تاع الملح باش يجينا بنين، شوية ملح شوية فلفل كحل، ورش بالماء. أنا مش حندير كحد الكاسة، حنرش فقط، عندي كمية قليلة غير هكا زوج رشات تكفي. شمخو هكا شوية هكا، نرشوه ونخلوه يتشرب. دوك راح نخليه يتشرب قبل ما نفور التفويرة الثانية، خليه يتشرب لي هذا الماء مليح. وما تنساوش كي يطيب البيض يعني نطفو عليه نديروه في الماء بارد البيض باش يتقشر بسهوله. هنا بعد ما تشرب درت يفور التفويره الثانيه كما راكم تلاحظوا، وبعد ما فار التفويره الثانيه ودرتو هكا في الجفنه راح نديرلو في هذه الكميه تاع 250 غرام نديرو واحد إن لوشي دمي ولا دولوش إلا كانوا صغار كيما هكا، دولوش تاع لاصوص هذيك اللي طيبناها يعني هذيك المرقة اللي طيبناها، نديرو دولوش هكا ونخلوه ثاني يتشرب هذاك المرق باش نعاودو نفوروه التفويرة الثالثة. نخليه يتشرب لي هادوك زوج تاع لي لوش تاع لاصوص هذيك درناها، خلط غير هكا بالمغرف ونخليه يتشرب. أنا ما صفيتهاش، خليت فيها البصل اللي يعطيها البنة. كي يتشرب نفورو التفويره الثالثه. هنا تشرب لي ودرتو يفور كيما راكم تلاحظوا في نفس المقله اللي قليت فيها التليت اللي حمر فيها هذاك اللحم. وهنا لاصوص راهي واجده. بعد ما يفور لي التفويره الثالثه كي تشوفوا الفوار يطلع ويفور نديروه في لاصوص، نقلبوه بهذه الطريقه يعني وذوقوه تشوفوه يعني طرى كي يولي طري، انه هو يابس يجي كيما كيما الروز يابس. كي تشوفوه طرا هنا شنديرو نعاودو نقلبوه في هذيك لاصوص اللي فيها الحمص والبصل. اللحم درتو يتحمر ودرت تليت ليه هكا في لاصوص، راح نخليه على النار هاديه يعني تنقصي للنار نار قليله وتخليه يزيد يتشرب هاد لاصوص ويطيب لك. هنا في الاخير زينتو بالبيض وهذاك اللحم المحمر تاع الدند والحمص كيما راكم تلاحظوا يعني تشرب كاع لاصوص وراه طايب. نتمنى ان شاء الله تجربوا تليتلي ويعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس. تهلاو في روحكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.